إلى جانب سلسلة المحاضرات التي يقدمها قادة القطاع المتخصصين وخبراء فايزر على مدى 50 ساعة، سيحظي الطلاب المشاركين بفرصة التعلم من باقة من ألمع العقول في القطاع لتزويدهم بالمعارف الشاملة التي يحتاجون إليها للانطلاق في رحلتهم المهنية في مجال التكنولوجيا الحيوية. هذه المبادرة تدخل في إطار شراكة لتحسين التكوين في العلوم الصيدلانية والعلوم البيوتكنولوجية، وكان في اختيار نخبة من الطلبة من العلوم الصيدلانية لجامعة الجزائر واحد وللمدرسة البيوتكنولوجية بقسنطينة. هذه النخبة اللي بيقوموا بتكوين ليبدأ اليوم هذا التكوين، وهذا يكون مساهمة جديدة في تحسين التكوين وكذلك الانفتاح على المحيط الاقتصادي الجزائري والمحيط الاقتصادي الدولي. برنامج بامتياز في الجزائر، والذي يهدف أولا إلى تطوير المهارات لدى طلبة في الصيدلة وأيضا في البيوتكنولوجيا. الجزائر اليوم لديها طموح في التموقع كقطب حقيقي للبيوتكنولوجيا في الجزائر، ولذلك فهذا أيضا من المجالات التي تدعمها وزارتنا. فالجزائر بحاجة إلى شركة ناشئة تعمل في مجال البيوتكنولوجيا.